برنامج الأغذية العالمي يضيق ذرعا بممارسات ميليشيات الحوثي ويطلق تهديداته في وجه مهدي المشاط أبرز مسؤول سياسي حوثي. رسالة تحذيرية هي ثانية من نوعها وجهها البرنامج الأممي لميليشيات الحوثي عقب اتهام لعناصر من الجناح السياسي للحوثيين باختلاس مساعدات غذائية وعدم إيصال مواد إلى مستحقيها في المناطق الخاضعة تحت سيطرتهم. الرسالة حملت تهديدا مباشرا للحوثيين بوقف توزيع المواد الغذائية في مناطق سيطرتهم في حال لم يحترموا الاتفاقيات والتقيد بها، وشددت على ضرورة عمل البرنامج باستقلال واختيار المستفيدين بنفسه، خيار لا بد منه بالنسبة للمسؤولين الأمميين، خصوصا في ظل تكرار سرقة الحوثيين للمساعدات الإنسانية في اليمن وتحويلها لأنصارها، ما تسبب بمجاعة وتفشي مرض الكوليرا لمستويات غير مسبوقة.